تقول: هل يجوز لي أن أتوضأ داخل دورة المياه وأسمي الله؟ هذا محل هذا محل نظر. الذين يرون أن التسمية على الوضوء سنة يقولون لا تسمي في داخل الحمام، لأن هذا سنة والحمام لا يجوز ذكر الله فيه أو يكره ذكر الله فيه، وهذه سنة. وهم الجمهور، الجمهور على أن التسمية على الوضوء سنة. أما الذين يرون وجوب التسمية، الإمام أحمد رحمه الله يرون أن التسمية واجبة وهي واجب الوضوء، فعندهم تسمي ولو في الحمام، لأن هذا واجب، لأن هذا واجب، وذكر الله في الحمام مكروه، لكن الواجب يقدم، يسمي الله عند بداية الوضوء، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم.